يوميات عبد الرحمن والأحلام يوميات عبد الرحمن والأحلام حدثنا عبد الرحمن بحديث يا أحلام كم مرة نبهت عليك أن تلقي السلام عندما تدخلين هل يمكنني تذوقه؟ فأنا لدي موهبة التذوق تحدث على طبيعتك وإلا جعلت عبد الرحمن يسحرك لفأر صغير ماذا بك يا يوسف؟ لقد ظلمت يا أبي ومن ظلمك يا بني؟ عبد الرحمن أغيثوني إني أغرق واهتمي بشؤونك فقط أيتها الطفلة العنكبوتية ماذا؟ شكرا لك يا سارة لأنك منحتيني الفرصة في المشاركة في عمل الخير أختكم أحلام ليست في البيت هل بحثت عنها جيدا يا سارة؟ لماذا نبحث في الأسفل؟ أخبرني وجدتها أتأكلين بيدك اليسرى يا شه؟ وما المشكلة يا عمة؟ آكل باليمنى أو باليسرى المهم أن آكل نحن نأكل باليد اليمنى يا ابنتي يوميات عبد الرحمن والأحلام